عليكم البنات اللي ما ان شاء الله راح نشوفوا وصفات على القريوش، لكن بواحد الطريقه سهله خاصه اللي ما يعرفوش يضفروا. يعني الطريقه سهله بسيطه. اول حاجه راح نستعمل كيل صغير فقط، يعني ماشي راح ندير الحبات بزاف فقط باش نوري لكم. نتوما حبيتوا كبري الكيله. اذا انا قصت بهذا الكاس تاع الاتاي، عملت 4 نتاع فارينه، 4 كيله تاع فارينه مع نص كيله تاع لا مايزينا باش العجينه تاعنا تجينا فيها هذه القرمشه، قرصه تاع خميره كيميائيه، شويه تاع الملح، كيله تاع اليدان، ونلم العجينه تاعي بالمزهر. نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير هنا نعاود لكم 4 كيسان تاع الاتاي تاع فارينه، يعني 4 كيلات مع نص كيله تاع لا مايزينا. اذا ندلهم شويه تاع الملح، وندير قرصه تاع خميره كيميائيه، ماشي بزاف، يعني ما مديري كميه كبيره ما تكثريش. مثلا نشوف شحال درت في الكاس تاع الاتاي، كبرتي الكيله ديري غير نص مغرفه صغيره. اذا نخلطوا هاد المقادير مجفه مع بعض. انا ندير يا ربي 5 حبات ولا. من بعد نكون هنايا دوبت ليدام، وندير كيله تاع ليدام. ليدام هنا كيما حبيتي، يعني حبيتيها زبده ولا مارغارين، ولا تخلطي السمن وزبده كيما حبيتي. مثلا هنا خصني شويه فقط نزيدها الزيت. اذا ها هي معنا كملتها الزيت، يعني ماذا بك الزيت تكون حاجه قليله فقط الى خصاتك. اذا نبسس العجينه، راه جاي رمضان هكذا تجربيها، يعني نحبوا حاجه معسله خاصه في الليل. من بعد نبدا نلم فيها بالمزهر وحده، اللي ما يحبش المزهر ديري مزهر روما. اذا ندير الماء حتى المزهر حتى تلمي العجينه تاعنا. نزيد لها يعني حتى تتلم، راح نزيد لها شويه، شوفوا يخصها الماء، تحسوا انه ليدام راه باين. نزيد لها شويه، لان ها هي العجينه اللي تحصلت عليها. يعني ما ندلكهاش بزاف، حاجه قليله فقط، قسمه تتلم لي فقط. اذا العجينه يعني لموها فقط دليك حاجه قليله. اذا ها هي العجينه اللي تحصلت عليها. اذا هنا ها هي العجينه تاعي، ديريها في كيس بلاستيكي، على الاقل على الاقل نخليها ترتاح ساعه كامله. اذا راح نخليها ترتاح ساعه كامله هنا في يعني في المطبخ عادي، يعني ماشي في الفريجيدير. ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله، ونشكلوا القريوش تاعنا اليوم. اذا هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه، يعني خلوها على الاقل ساعه ولا اكثر، ولا يعني وجديها الصباح وخدميها الحشيه. واش راح نحتاج في هاد يعني المرحله هذه؟ راح نحتاج هاد اللي قطعوا العجينه هنا على حساب الحبك، فاش راكي حبتها، حبتها كبيره كبري الطابع، حبتها صغيره صغري الطابع. راح نحتاجوا لي كوردون. نبداو بالطريقه مباشره. اذا انا اخترت الرقم 80، يعني اخترت هذا الكبر هذا، حبيتي تكبري حبيتي تصغري. اول حاجه نبدا بها فقط هنا راح نستعمل الفرينه، استعملي الفرينه ولا استعملي النشا. نفتح العجينه تاعي، ماذا بينا نفتحوها تكون رقيقه شويه. ولا حبيتي تستعملي يعني الماشينه تاع العجين، ديري في رقم 2 من بعد ديري رقم 5، يعني راح تجيك العمليه اسهل، واللي ما عندهمش يفتحوا بالحلاله. من بعد ما فتحت العجينه ماذا بكم تفتحوها رقيقه، يعني حتى لو بلون دو طرافاي تاعكم من تحت يبان. ونبدا نقطع دوائر بهذه الطريقه، يعني من بعد كتفهموا الشكل انت راح تفهمي كيفاش حابه ديري يعني القريوش تاعك كبير ولا صغير. اذا نطبعها كامل. اذا هنا من بعد ما طبعتها كامل نحي هذيك الزياده،
طبيعة الحال كنلم العجينة تاعي دائما نعاود نخليها ترتاح باش نعاود ندير نفس العملية. إذا نحيها هنا من بعد ما يعني العجينة تاعي راهي واجدة، واش ندير؟ ندير كل زوج دوائر مع بعض، زوج راح تكون كافية، ونديرها ان كوردون بهالطريقة. شوفوا تكونوا لاحظتوا معايا زوج فقط. إذا دائرة نزيد الثانية، نحكم ان كوردون اذا بهذه الطريقه، يعني ما نديروش لتحت، نديرو لهنا فقط كما رانا نشوف. يعني العمليه سهله، دائره دائره الثانيه. هكذا اللي ما يعرفوش يدفروا يعني هذه العمليه راح تجيهم ولا اسهل. اذا نكمل الكميه اللي بقات لي ونديروا الزيت سخون ونبداو نقلو مباشره القريوش تاعنا. الزيت هنا تاعي راهي سخونه، نبدا نقلي القريوش. اذا نحط الحبه تاع القريوش في الزيت ونجرب كيفاش نرمي عليها الزيت باش يتنفخوا لنا. يعني شوفوا الشكل تاعها شحال يجي شباب، وداك الكيوردون راح يشدها. يعني مهما يتفتحوا، يعني الا عملتي اكثر من زوج راح يتفتح بزاف راح يخسر الشكل تاعها. زوج يعني راح تكون كافيه. نزيد حبه اخرى كما سبق وذكرت، الا كبرتي الطابعه راح تجيك الحبه كبيره، راح تجي بزاف شابه. اذا نكمل نقليهم يعني حتى يتحمروا لنا، مليح لازم ترمي لهم الزيت في الوسط بهذه الطريقه هكذا باش يجونا شابين. هنا من بعد ما حمروا يعني حمرهم مليح ماذا بينا باش يجونا مقرمشين، نقطرهم مليح من الزيت هكذا لانه فيهم هذوك الثنايا يعني يدخل فيهم الزيت. ونكمل نقلي كامل القريوش تاعي بنفس الطريقه. اذا نحط وحده ونرمي عليها زيت، يعني غير ترمي عليها الزيت راح تفتح. الزيت لازم تكون يعني قوي كما رانا نشوفوا بهذه الطريقة. إذا نكمل نقلي ونعاود نرجع لكم فيما بعد إن شاء الله. إذا هذا هو كملت كامل قطعة القريوش اللي عندي، ها هو معنا يعني مازال سخون. شوفوا حبيبة، إذا غادي باردة شوية. ها هو دائما القريوش عمرك إلا تعسليه هو سخون، خلوه حتى يبرد تماما. فقط الكيوردون نحوه، راح يجي ساهل باش تنحيه يعني بكل سهولة يتنحى. نخلوه يبرد تماما، نعاود نرجع لكم ونعسلو القريوش تاعنا اليوم. هنا بعد ما بردت القريوش تاعي، هنا فقط حبيتي تخبيها خبيها كيما راهي، يعني ما تعسليهاش، ديريها في علبة تاع بلاستيك وغلقي عليها مليح. وقت تحبيتي تستهلكيها عسلي واش تاكلي فقط. اذا هنا عندي العسيلة دفيتها شوية، وتكون يعني كيما هي، يعني ما نضيف لها ولا شيء، ما نضيف لهاش المزهر لانه داك المزهر راح يطري لنا القريوش تاعنا. اذا نحكموا القريوش ونعسلو. يعني مثلا الكميه تاع الفنجال تاع الاتاي، كاس الاتاي، عمل لي حوالي 20 حبه، يعني كميه لاباس بها. يعني يعمل لك قيس طبسي، جاوك الضياف ولا على غفله تقدري توجديهم ولا توجدي كميه كبيره. راه قريب رمضان ان شاء الله، سيت رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا. اذا نكمل كامل نعسل القريوش اللي عندي. الوصفه تاع نهار اليوم القريوش ها هو معنا. شوفوا كيفاش يجي، والله غادي يجي بزاف عفوا شباب، رغم انه يعني بسيط في الخدمه تاعو. ها هو معنا، فقط رقوا مليح العجينه باش تجيكم يعني يجوا فيها هاد الشلافط هادو لكم تشوفوا فيهم في العجينه كما رانا نشوفوا، ويجيكم مقرمشي. خلوهم حتى يبردوا مليح باش يعني يعني باش تعسلوهم. الى هنا فقط حبيت نقدم اهداء خاص يعني المجدة محال اللي تسكن في بربيصة بالقليعة، اهداء خاص لها هي والوالدة تاعها، خاوتها، حتى الاب تاعها. ان شاء الله توصلك هذا الاهداء وتعجبك هذه الحلوى اللي هديتها لك، حاجه معسله لازم تجربيها وتفرحي بها الوليده. اذا احنا قسمت لكم فقط حبه باش تشوفوا يعني الشكل تاعها كيفاش يجي. بسم الله، يعني شوفوا، يعني شوفوا واش تجي مقرمش، تجي روعه هذا القريوش هذا. جربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.